ايضا مش عاوز انسى كل القائمين في القناه، بدايه من الكابتن اسلام الشاطر والاستاذ ايهاب الخطيب، اللي انا فضلت ان انا احضر اول حلقه هنا في القناه عشان نعيش الفرحه كلنا واحنا موجودين كاول ثمره في برنامج المجري، وربنا اكرمنا الحمد لله. احنا هنحضر الحلقه مع بعض، يا ربنا اكرمنا واحنا راضيين باي حاجه، والحمد لله ربنا اكرمنا وشفنا رد الفعل الكبير قوي من جماهيرنا وعشاقنا على كل السوشيال ميديا وعلى بقيه القنوات والصحف والمواقع. فانا بشكر طبعا القائمين على القناه، خاصه هنا القائمين على الاستوديو والتصوير والصوت والكاميرات وكل كبيره وكل ظاهره. بصراحه الناس هنا شغالين، ما فيش حد فيهم بشوفه ما بيونش، كله بيشتغل من قلبه عشان خاطر الكيان. فانا برضو مش قادر لكم اوصف الفرحه اللي عندي قد ايه من خلال ظهورنا اول حلقه مع المجري على شاشتكم المفضله، شاشه قناه النادي الاهلي. واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نقدم كمان وكمان وكمان حاجات تسعدكم زي ما انتم بتسعدوني.